ماذا أحتاج له أنا كسائح في محافظة ظفار واللي أتمناه أن يتحقق وأن يكون على أرض الواقع؟ واحد، دورات مياه نظيفة كثيرة تستوعب أعداد الزوار في مختلف المواقع السياحية. اثنين، تطبيق يضم كل الغرف الفندقية المتاحة وحتى الناس اللي أجروا شققهم ومنازلهم يكون موجود بداخل هذا التطبيق. ثلاثة، توزيع المناشط والفعاليات في مختلف المواقع السياحية ومختلف الولايات التابعة لمحافظة ظفار واللي يكون فيها موسم الخريف. أربعة، تفعيل الشرطة السياحية لمحاسبة ومعاقبة كل من يخرب الطبيعة. خمسة، تنظيم الدخول العشوائي للمسطحات الخضراء وعمل مواقف كفاية لهذه المواقع السياحية. هذا اللي أتمنى أنا، أنتوا زيدوا على كلامي وقولوا اللي عندكم.